إذن سنجيب فيما يتصل بالموقف من قبول النهضة من حيث المبدأ بالحوار الوطني. ثم شكون يعتبره تنازل، ثم شكون يعتبره زاد تراجع عن أهداف الثورة، وثم روايات عديدة قاعد تسمع فيها يظهر. نعم، هي اللوم مش قبولها بدخول الحوار الوطني، اللوم هي أني وصلت نفسها، وصلت الحكومة، وصلت الأمانة اللي كلفت بها عبر أول انتخابات ديمقراطية وشفافة في البلاد إلى حد الانهزام، وإلى حد أن تجرت من طرف أقلية للدخول لهذا الحوار الوطني. الحوار حاجة مزيانة، راهو احنا مرات نسميه أشياء بغير أسمائها، هو هذا راهو الحوار الحوار الوطني. وزلة اللسان أصبحت معتادة ومقبولة. لا والله ما نعرفش كيفاش زلة، يظهر لي بالحق فما تشابك يعني، خاطر هو الحوار في حد ذاته أثار بارشا التباس وبارشا مشاكل. لازم نشوفوا شنو هو يعني من وراه. تعرف ساعات تعطي تسمية الحاجة. قبل بن علي كان يتكلم ديما على الديمقراطية وحق الإنسان ودولة القانون والمؤسسات بلادنا تونس. فالحوار الوطني في الحقيقة هو شنو؟ الحقيقة هو فقط نزع القرار من يد الشعب، لأنه احنا كنا قبل العشرات السنين تاع الديكتاتورية ندعيه للديمقراطية وسلطة الشعب هكا ولا. هذا الحوار يعني جرت إليه النهضة والحكومة بعد ضربات متتالية تتحمل هي جزء من المسؤولية متاعها والمعارضة تحمل جزء الآخر، جرت لها لافتكاك من طرف ناس شافوا كونه عبر الانتخابات وعبر صناديق الاقتراع مش ممكن يوصلوا لمآربهم، فحبوا يفكوا. وتعرف انتم كان المطلب الاول متاعهم حل مجلس تأسيسي، يعني نزع كل، وثم حتى شكون قال يظهر لي سيد باجي قال الانتهام من منظومة 23 اكتوبر، كل ما جابته لنا التجربة الديمقراطية وهي الفرحة متاع الانتخابات 23 اكتوبر اللي حتى على فكرة ما احتفلناش به لانه ما جابش النتائج نتاع الناس اللي حبوا يجيبوها. صارت احداث بمناسبه 23 اكتوبر، احداث معناها ما نجموش ننساو، ما احتفلناش بيه حتى وقتها بعد 23 اكتوبر، ونتكلموا العالم الكل يتكلم على الانتخابات هذه الديمقراطيه والشفافه الى اخره، ما فرحناش بها نذكر لليوم لانه بالعكس الناس ما قبلتش، صارت احداث اليمه فيها. يعطيك الصحه بالنسبه هذه فوالا، لانه ناس اللي كانت تدعو للديمقراطيه في الواقع مش مقتنعه بالديمقراطيه الا اذا كان جابت نتائج اللي تحبها هي، بينما الديمقراطيه خويا نلعبوا عنا قواعد لعبه واللي يربح صح عليه لكن بقرار من الشعب. ها واش نكمل لك الشيء اللي قلته. اذا هذا ما يسمى بالحوار الوطني نجبده. يعني شنو كان ينجم يقع في ازمات كما هكا البرة؟ الدعوه الى انتخابات مبكره، اي الشعب اللي اعطيت له الامانه هذه ايجا اجبد، هالحكومه هذه طلعت فاشله والحزب هذا والحزب كذا ايجا سلم لحد اخرين. لا، مش هذا ما طلب، بالعكس ثم اطراف هذوما اللي ماهيش حابه تربط روحها بانتخابات وبتاريخ انتخابات، لانه في الواقع النيه، وهذا اللي قلت لك بكري المسكوت عنه اكثر برشا من المصرح به، هو انه فقط اخراج حصيله الانتخابات خارج السلطه، ومن بعد جاتو نعملوا ونرجعوا منظومه جديده. ذكرني في واحد من الخيال يقول واعتقده محق، يقول نهار 14 جانفي ليس النظام هو الذي سقط بل الدولة اللي سقطت. اليوم الدولة بالفعل هذايا اللي واقع من طرف الناس اللي يحكموا شادينها، ومن طرف الناس اللي مقابلين ويرجموا فيها على طول، الدولة تفترشت. يعني هذه دولة ما عادش عندها إمكانية باش تفرض حتى أي سلطة. هذا ممكن يعقل في جهاز الدولة المكلف بإنفاذ القانون وبتطبيق يعني القرارات تاع الدولة، هو نفسه يصبح يعني مع تسجيل التجاذبات في داخله ونقبات وكذا في الأمن. معناتها شكون اليوم يحكم؟ وزير الداخلية يعطي قرارات، وإلا الأمن النقابي الفلاني والفلاني هو اللي يعطي شي لازم يقع وش لازم يقع. مع التفكير أن النقابات هذه جات في أوج ضعف الدولة في وقت سي الباجي، في وقت سي الراجح يبدو لي في أوج ضعف الدولة وقتها، ويزم يعرفوا المواطنين وهذا ما يقولوش برشا الناس، يزم يعرفوا اللي جزء من النقابات هذه اول ما نجز وكونها هما الامنيين اللي كانت عندهم اشياء ضد قد يحاسبون عليها ضده. اي فحصن نفسه بنقابه ولا يتكلم. فاليوم تعرفوا انتم اللي يحب يحصن نفسه ما عليه الا يخرج ويعيط ويسب الحكومه
ويسب النهضة بالمناسبة يصبح محصن. جيت مسه لا هذا على خطر عمل، هو تلقى عنده 20 حاجة راقد عليها باش يضمن نفسه يمشي، هذا كل لازم يتقال. وهذا نلوم عليه بالمناسبة، وانت ما سألتنيش كل حال باش نقول لك، هذا من الخور الكبير جدا نتاع جزء كبير من المعارضة اللي ما تعرفش أنه الوقت اللي تعمل فيه أشياء باش تضر فيها يعني بمنافسها اللي في الحكم، وأنه المرات اللي لازم توقف فيه يقول له هذا خط أحمر ما نجاوزوش. يعني نعتبر اللي وقع في العوينة المعارضة كل حقها وقفت وقالت، نعتبر الوقت اللي وقع الشيء بتاع الإرهاب اللي ركبت عليه ناس باش تتوجه ضد الحكومة، لا توظيف سياسي يعطيك صحة. لكن سي نجيب هنا توا كي قلت لي ما سألتكش، أنا مش نسألك لكن بطريقة أخرى. نعم، هو أنه تحدث عن الديمقراطية، والديمقراطية تقتضي برشا أشياء. نعم، خلينا نسلموا أنه هذايا في إطار الديمقراطية، اللي قاعد يقع في إطار الديمقراطية. لكن تشوف شيء أنه من بين النتائج الديمقراطية هذية هو أنه نظام قديم رجع للساحة. نعم، وأوشك على افتكاك السلطة، أوشك نقول جيدا أوشك. واو كذا. قيادات سياسية سابقة أغراها الوضع المفتوح، ثم وضع مفتوح باش ترجع للساحة السياسية. نعم، وعديد الأسماء. نعم، سي محمد النصر، سي شو اسمه مصطفى كمال النابلي، سي أحمد المستيري، سي حامد القروي، عديد الأسماء اللي المفروض أنها كانت في أنظمة سابقة. نعم، كانت في سياسة سابقة. نعم، تخلي المجال لغيرها. لكن ولا المجال مفتوح باش تظهر من جديد وباش تحب أيضا تزاحم مشاريع جديدة. نعم، شوف أنا من قبل ما نحبذش حطان الناس كل فرد شكارة. واضح، أحببنا أم كرهنا هذه الدولة إلى حد 2010 تكونت من طرف حزب واحد، حزب واحد في بعض الأوقات استعان بناس من اليسار وكذا اللي ضرب الإسلاميين الأخير، لكن عموما هذا هو الحزب اللي عمل. فنجم تقول كل الإطارات وكل الكفاءات اللي عندها دراية وتجربة في السلطة هي انتمت بطريقة أو بأخرى لهذا الحزب. فهذا نوعية اجتثاث البعث ولا كذا إلى آخره أني ما نأملش به، أمل كونه ثم ناس ماهوش ممكن هذه الدولة واللي وصلنا له في تونس وصلنا لشيء وإذن اعترفوا به، ولا مجال لفسخ يعني تاريخ نتاع البلاد لأني نحب نضرب كما قاعد نلوم عليه توا على المعارضة شيء اللي زعم فيه، لأني نحب نضرب خصمي السياسي الحزب هذا حزب الدستور نفسخ كل ما عمل. لا لا لا، احنا موجودين اليوم بالصفة هذه بالعمل هذا الى جانب اشياء اخرى، ثم انفونتير تعملوا، ثم الباهي، ثم المشوم الى اخره. واضح. ففي هذوما، في الناس هذوما، ثم اكيد ومن دون حد شك اللي هو ناس خدموا بلاد مواطنين، كانت هذه هي الطريقة الوحيدة باش تخدم بلادك. واضح، واضح. لا اعتراض على ذلك سي نجيب، اما ها باش نقول لك حاجه، ما يرجعوش كمنظومة قديمة متماسكة من بعضها، هو الشيء اللي قاعد يعاود يتكون توا في نيدا تونس، ما يرجعوش كمنظومة يرجعوا كأشخاص منفردين بقناعات جديدة بأشياء يعبروا عليها، لأنه الإنسان إذا كان قبل لأنه كان خايف وكذا يخدم هنا وحب يخدم بلادي في علاقة بشكل أو بآخر يوم شيء آخر يعبر ويقول شنية قناعات جديدة يقولها للشعب. اليوم ثم ناس قاعد تقول كوني باش ترجع وبتعاود تحاكم وتحب ترجع وترجع الناس البدل المصري وترجع الناس الحبس. نعم، هذم نورمال موت، خرج لهم قانون. الناس اللي عبروا على هذا برك تفكر قبل كانوا يقولنا لا حرية لأعداء لا ديمقراطية مع أعداء الديمقراطية، هذا هم اليوم أعداء الديمقراطية. اليوم الغريب تشوف اللي كانوا أدعياء الديمقراطية وأدعياء الحداثة لا ديمقراطيين اليوم يدعوا للانقلابات، وتشوف الإسلاميين اللي هم متهمين كونهم ديكتاتوريين ودولة دينية وكذا آخره هم اليوم محافظين على الديمقراطية. يعني اليوم تحب أقول لك بالفعل سامحني هنا في النقطة هذه بالذات، أنا شخصت من سؤالي، عاشت تونس تجربة دستورية. نعم، عاشت تونس تجربة بين ظفرين ولو أنه التجمعية. نعم، بسوءها بكل أشكالها. نعم، عندهاش الحق اليوم باش تعيش تجربة اسمها تجربة الإسلام السياسي؟ هذا القصد بتاع السؤال. نعم، نعم. هو في المطلق بطبيعة الحال عند الحق، حق البلاد، حق الشعب اللي انتخب، وحق الإسلاميين أنفسهم اللي عزلوا. تبقى اليوم راهو يزن نفهم كونه الشيء اللي واقع اليوم هو بالضبط اللي وقع ما بعد 89. بالضبط بعد 89 شنو وقع؟ تشافت قوة الإسلاميين، تقلبت عليها
التجمع وبقيه القوى موضوع اكلت ولا ما اكل الثور الابيض كلهم غير ما يظهروا بن علي فوزي وسلبوا له هو من وراه يدعموه ثم شكون دخلوا معاه في السلطه ثم شكون اللي عملوا خدموا على برامج التعليم الى اخره في نفس الاتجاه بعد دار عليهم به اليوم بالضبط نفس الاطراف انت يغزر في الساحه عملوا سوبر بوزيسيون بين 1990 بيتو نفس الاطراف تقلبت باش تعمل نفس الشيء باش توزيح الاسلاميين اللي جابهم الشعب وباش تقضي على فكره على كل التجربه الديمقراطيه لانه يعني لن تكون انتخابات من بعدها بالصفه هذه لانهم يعني شافوا شو جابت الانتخابات هذه اليوم ولاو يقولوا اسوء ما شفنا وجاء هو المجلس التاسيسي يعني اسوء ما شفنا هو نتيجه الانتخابات نتاع الشعب فالناس هذوما راهو يعني من غير ما يسمى هذوما الديمقراطيين ما يسمى بالديمقراطيين انه اليوم راهو شوف راهو اليوم فتره خصبه جدا للاعلاميين للمؤرخين باش يكتبوا ويصوروا ويوثقوا راهي فتره خصبه راهو شيء غريب التموقعات الجديده الديسوسياسيون اللي وقع بين المسميات والاسماء اليوم الاسلامي ولا يصبح يحافظ يلوج على الديمقراطيه وعلى انتخابات والديمقراطي يقول لها ما نربطش حلان المجلس التاسيسي ولا حلان الحكومه بموعد انتخابات يعني غريب اليوم يتحالف الليبرالي المطلق مع يعني اليساري القصوي لاي برنامج لبرنامج واحد هو نفسه برنامج 1990 هو ضرب الاسلاميين وازاحتهم يعني اليوم ما ندفعش على البيلون تاع الاسلاميين اليوم ندفع على منظومتنا غدوة وبعد غدوة جمهوريتنا وديمقراطيتنا غدوة وبعد غدوة بشخلوا لأحفادنا والصغار اليوم مسؤوليتنا احنا اذا كان اليوم نسكتوا عليها شيء بشيء قال اليوم سوف نلام بنفس الطريقة اللي احنا قاعدين نلوموا توا على التساترة وعلى التجمعين شخلاونا التساترة وبرقيبة عمل الدولة بوليسية ورثها عليه بوليس وخلاهولنا 23 سنة جاثم على رقابنا على فكرة لما نقول 23 سنة نتبسم وقت الناس يقولوا نبدأوا من عام 87 وكذا راهو من عام 87 الناس كل أيدت ترى الناس نسات نهار 7 نوفمبر 87 ما كانت نسى واش كان يعمل نهار قبل أي أي ما كانت تأمل أنه ممكن يكون الوضع أفضل بعصا سحرية بعصا سحرية كما تو كما طلبوا تو الحكومة بعصا سحرية الحكومة الجاية ما عندهاش عصا سحرية باش نأيدوها ياك علاش اللي قبلها ضيعت العصا السحرية بتاعها ما جاية تو باش أيدها الاتحاد وما عادش باش يعمل عليها إضرابات قال سي حسين العباسي في ما هو باش ينجح الحوار الوطني هو بالنسبة ليه باش ينجح النتيجة نتاع الحوار الوطني اللي هي إزاحة الناس اللي انتخبهم الشعب بربي على فكرة ثم كذبة كبيرة برشا قال مسألة الشرعية انتهت والحكومة انتهت الصلاحية نتاعها والمجلس التأسيسي يا ودي راهي أكذوبة كبيرة هذه الصلاحية اللي يحكيوا عليها هذه اتحطت بمرسوم جابتها لجنة معينة يعني هي المرسوم اللي عمو سيباجي قايد السبسي صح وسي سي سي فؤاد المبزع واللي جابته لجنة بن عاشور هو أكثر شرعية من ما قد يقرره المجلس التأسيسي اللي انتخبه الشعب واللي هو يشوف شنية الأصلح يعني هذا يقول شيء وهذا يقول شيء الشرعية اللي قبل هي أقوى من الشرعية اللي بعد مع اخذ بعين الاعتبار اونكور اون فوا الناس اللي قالت باش نعطلك وباش نعمل لكم نخليكش واللي طولوها لحد الان ما نتحدثوا اليوم على شرعيه توافقيه شنو هي شرعيه توافقيه هذه هذه تفك لي في حقي وحقك وحق السيد هذاك باش هو يقول كلمته اليوم تتوافق مع شكون اذا كان عندنا مع نحن مع الشعب تتوافق يحط لك ورقه في الصندوق مش توافقوا مع بعضكم بلا صفه تو رجعنا كما كان يقول قبل الشعب مازال مش ناضج للديمقراطيه ونتفاهموا بيناتنا احنا النخب شكون كلفك شكون كلفك انت باش تجي تفك وتقول نحب نطيح الحكومة وشكون كلفك يا نهضة ويا ترويكا باش تجي الامانة على تتهلك اني وتتهلك الشعب باش تسلمها انت غدا ما نتخبكش انا غدا نتخب شكون اللي بيشد لي في الامانة مش نعطيها له يتبوا يصوتوا فيه يصوتوا فيه فهمتي على خاطر ما انتبهش من البداية انه خلى وقت خذا الحكم خلى الناس تحوس باسلحتها في البلاد الاسلحة شنية هذه لكن يقول الاعلام والقضاء والامن ما قامتش الحكومه الاولى اللي راها كون الحكومه الاولى كانت حقها طلبت قوانين استثنائيه لحاله استثنائيه من البدايه باش ينجم يقع الاصلاح من البدايه وما يقعناش هذه الرجوع هذه الهجوم المعاكس لكن بالنسبه للترويكا والنهضه مره اخرى تقول لك لو كان ما قمتش انا بالخطوه هذه راهو الازمه مش استفحل اي تو راهو مش مشيو الكارثه تفقين تو لك علاش قمنا بمثل هذا الاجراء وقبلنا بمثل هاد التنازلات هذه من اجل مصلحه الناس الكل اي نعم انا موافق اهم شيء وصلك لها الحاله هذه اي لكن المصلحه بديناش تو احنا بدينا على عامين لكن بالله سي نجيب هنا نعم. المصلحه نعم هل تقتضي التسريع
بتشكيل حكومة جديدة قبل إتمام الدستور وقانون العدالة الانتقالية وقانون تحسين الثورة، أم المصلحة هذه تقتضي أن نحقق المطالب ثم فيما بعد نأسس حكومة جديدة قادرة على تسيير المرحلة؟ جاوبني بعد الفاصل. إذن سي نجيب، المرحلة هذه مرحلة تأسيسية أساسية لعمر البلاد غدوة والمصير متاعها. اليوم مع ثم ثقة لحتى حد في حتى حد، إيش معناها؟ نخرج لك من الحكومة ونسلم لك ونعرف لا وقتش بتقع انتخابات، وهذه ثمره اللي من المعارضة اللي نيته هذاك هو، أخرج أنت ومن بعد نيته نعملها كيما نحب. ما بتبعد حال وقت تولي في الحكم تعمل إيش يخطر لك، خاصة إذا كان معاك يعني اللي معاك الإعلام ومعاك القضاء ومعاك الأمن إلى آخره، انتهى معك تولي تنجم تعمل إيش يخطر لك. فالأهم اليوم هو أنه تسكر الملف تاع الدستور، تسكر الملف تاع الانتخابات وتنطلق بتاريخ متاع انتخابات، لأنه المهم بعد هذا هو أن تكون حكومة مستقرة متاع 5 سنين بتعمل إصلاحات. أخي توا حكومة تاع 6 شهور هذه هي بتعمل إصلاحات. على فكرة كانوا يلوموا المعارضة كيفاش الحكومة هذه اللي جات حق تسيير أعمال فقط، الحكومة هذه اللي جاية منبثقة بمجلس تأسيسي وبعد انتخابات ما حقاش جات الحكم، جات لتسيير أعمال. اما تو الحكومه هذه اللي بيجي بالتوافق تستخدم كامل الصلاحيات، تعمل كامل الصلاحيات صح. ايه. شوف راهو لازم الانسان ينتبه، راهو ثم ضوضاء كبيره. لازم ينتبه اللي تقال من هنا مغادي، ما عادش ثم مبادئ، ما عادش ثم تصريحات مبدئيه، ولا ثم لكل مقام المقال. نقول لك اليوم الشيء وغدوه عكسه، خاطر اليوم يساعدني باش نقول هذا وغدوه يساعدني باش نقول حاجه اخرى. وهذه المصيبه نتاعنا لو عندنا في تونس ازمه اخلاقيه، والمعايير والمقاييس كل طاحت، ما عادش نجم تقول انت هذا احسنت او اسات، لا عادش ثم المقياس تاع الاساءه وتاع الاحسان، كله طاح في القاعه. وهذا نحملكم انتوما الاعلاميين المسؤوليه الكبرى، لانه الابواق في ايديكم. ولما الابواق الابواق سي نجيب راهي ماهيش في ايدينا، الابواق لم ما زالت ما هيش في ايدينا بشكل او باخر، لانه الخط الاعلامي المهيمن المسيطر معروف، واي خط جديد بشكل مختلف مش يتعرض لبرشة صعوبات. لكن نرجع لسؤالي دوما في علاقة باستقالة الحكومة. نعم. تعتقدش أنه إتمام الدستور في ظرف نقول 4 أسابيع ممكن مع مناقشة قانون تحسين الثورة ومناقشة قانون العدالة الانتقالية؟ ما نعتقدش كونه ممكن، يعني الوقت ماتيريالمون ني با سوفيزون باش يخليهم يوصلوا للشيء هذا. ما كيفاش نقول اذا كان في 4 أسابيع يا اخي، اذا كان يعني التطويل اللي وقع لنا لحد الان اغلبه من التعطيل وكذا، وكما قالوا معناتها برشا تصريحات، ويوقف التعطيل هذا وكل حد يحب يكمل على خاطر عينته باش تستقيل الحكومه، يا حبذا يا خويا يخدم مدير بنهار ويخرج لنا حاجه من المجلس التاسيسي اللي انتخبناه بالآليات اللي تحطت ليه وبالقانون الداخلي نتاعو بالدستور الصغير، يا خويا حبذا وتمشي الحكومة. خاطر ثم شكون من الحزب اللي ما أمضاش، حزب المؤتمر اللي ما أمضاش على خارطة الطريق، إيش قال بعض قيادات الحزب هذايا؟ قالت في نقاشات اللجان داخل المجلس التأسيسي عدد من النواب المنسحبين يصرون على وضع أسس لتعطيل تشكيل هيئة الانتخابات، لا يريدون المسار التأسيسي أن ينتهي في أجله. في ذات الوقت الإصرار على التسريع في استقالة الحكومة والضغط من أجل القبول بأحد مرشحيهم لرئاسة الحكومة. الحوارات والنقاشات اليوم كلها تركزت على رئاسة الحكومة وكأنه ما ثماش استحقاقات أخرى. إن شاء الله ما توصلش الحكومة هذه تستقيل قبل ما يقع الشيء الآخر، لأنه الارتباط او التزامن او شنو يسميوه حاجه اساسيه. شو لا انت انا نعمل عقد، انت اعطيني جزءك وهي ما اعطيكش الجزء نتاعي، كيفاش معقول هذا؟ يا خويا ارجع، هو هذا داخل في اطار الاتفاق وفي اطار ما امضت عليه رئاسه الحكومه. شنو امضى رئيس الحكومه؟ ثم شكون يقول حط كونه معناتها مربوط الارتباط بيناتهم، حط ولا ما حطش السيد رئيس الحكومه الارتباط؟ ما عرفش، ما شفتهاش الرساله. أما إذا كان ما حطش لا ثم تلازم التلازم هذايا لازم ما ثماش باش تحب هذا لازم تعمل هذا، وإلا تظهر سوء النية.
مش معناتها ما كملش دستور، علاش عملناه مجلس تأسيسي احنا؟ علاش انتخبناه؟ على ذكر السؤونية، ثم شكون تحدث على السؤونية في الأشخاص اللي وقع حصر فيهم الأسماء تولي تبقات. شين الأسماء؟ مرشحة. نعم. محمد الناصر. نعم. منصور معلة، مصطفى كمال النابلي، شوقي الطبيب، أحمد المستيري، جلول عياد، قيس سعيد، راضي المدب. هذه في الأول. نعم. تشكيلة. ثم فيما بعد وقع اختزالها في خمسة. وهذا من وكالة تونس إفريقيا للأنباء. نعم. قالت العميد فاضل محفوظ صرح بالإبقاء على خمسة أسماء. شكون هما؟ منصور معلة، أحمد المستيري، جلول عياد، محمد الناصر، ومصطفى كمال النابلي. نعم. شكون المؤهل حسب رأيك لأنه ينجح المرحلة إذا كان ثم واحد منهم يمكن القبول به؟ شوف، أنا اعتقادي المؤهل اللي يزمه يتحط هو اللي يتأكدوا منه الناس اللي يعرفوا الناس هذوم أنه بالفعل باش يوصل البلاد الانتخابات، يعمل كيما عمل سي الباجي قايد السبسي وقت اللي كان وزير أول، ووصل البلاد الانتخابات بالفعل شفافة، ما يعملش حسابات أخرى، وخاصة ما يلزموش يطيح في شيء خاطر احنا كل ما نعملوه اليوم في هذه بلاد جديدة وديمقراطية جديدة كل ما نعملوه اليوم تقليد يصبح، خاصة ثم حاجة هذه مراجعة التعيينات، يعني هذه راهي بادرة خطيرة جدا. يعني أنت إذا انتخبك الشعب تقوم بصلاحياتك، ما عندكش حق، ما عندكش بعد نحيلك كيفاش؟ سي الباجي قايد سبسي الحكومة متاعه مستقيلة، مستقيلة مؤسرع، هو مش يقدم استقالة وقت اللي يعرف مش باش يولي رئيس، مئات التعيينات عملها وهو حكومة مستقيلة، هو أصلا حكومة معينة قبل وثم مستقيلة، فيجي اليوم يقول الحكومة الشرعية منتخبة باش نراجع لك كل تعييناتك، راهو يلزم تعيين نهضة، والحكومة هذه راهو كان تعمل شيء هذا جريمة في حق البلاد. هي اسم من الأسماء هذه سي نجيب، ما نجيبش نقول صراحة، بصراحة ما نعرفش سي محمد ناصر اليوم شنو هو، سي منصور معلة يا حاصرة من وقت بورقيبة ما نعرفوش شنو هو، سي كمال النابلي نعرف اللي صعيب باش يتفاهم مع رئيس الدولة مثلا، وسي كمال النابلي عمل تصريحات مناوئة لشق بالنسبة لشق آخر في البداية ومعروف ربما سي هو صعيب. سي أحمد المستيري اليوم، اليوم فترة متاع يعني إرهاب، متاع تسيب، متاع الدولة تهترشت، يعني معناها أنت بالنسبة لك الأسماء المقترحة هذه يلزم تطعيمها بأسماء أخرى؟ يظهر لي، يظهر لي يلزم حد قوي وحد بالفعل، بالفعل مستقل، ما يكونش فماش نوتر، ما يكونش حكومة قبل، ما يكونش مارس العمل السياسي قبل، لا في يكون أي نظام، لا يكون، لا يكون أحسن يكون، لأنه يعني باش تجيب حد آخر ما عندوش تجربة مرة أخرى باش شنو باش يعمل، رغم اللي هو الناس تقول يلزموا، يلزموا كامل الصلاحيات، وبينما هو في الحقيقة يلزم تقال كونه فقط صلاحيات الوصول للانتخابات، يعني اللي كانت قبل ما يلزمهاش كاملة واللي هي يعني قلبت معلها المشاهير. سؤال أخير خاطر الوقت ضغط علينا. نعم. تلاحظ شي أنه التزامن العجيب هذايا. نعم. بين أي بادرة من بوادر الانفراج. نعم. في المجال السياسي إلا ويقع خلخلته بحدث كيف ما شفنا اليوم عملية تفجير شخص نفسه. نعم. في سوسة. شوف سي زهير، يزم نغزر كما قلت، نحب نبسط الأشياء بشوف. اليوم هناك علاقة موضوعية، ما قلتش ثم شيء بالفعل مربوط، والله أعلم أريده، هناك علاقة موضوعية، المعارضة ترمي للإرهاب والإرهاب يرمي للمعارضة، كور لي نكور لك، يعني الإرهاب شنو الحلقة الأخرى اللي تعطي القيمة للعمل نتاعه؟ هي الهالة الإعلامية وكالشيء، يعني هذاك هو النتيجة، معناها الاستغلال. أنت تصور، تصور لو فرضنا نظريا، تصور يموتوا 10 من الناس في عملية إرهابية وما يتكلم عليه أحد، ما عنده حتى منفعة للإرهابيين، وتصور شوف عمل هذا فجر كان روحه هو القيامة اللي تقوم والناس تلفت وتكت التوظيف وتدور الحكومة، طيب الحكومة هي اللي حطتهم، وهذا سي ريديكول، يعني حكومة تحكم وتعمل الناس باش يخربونها، يعني ما يزم شوية ينقصوا من 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 أخذنا كحماق، هذه من شيء. من بعد كل ما المعارضة تحتاج العملية، كل ما المعارضة تحتاج الحدث باش تحيي به شيء اللي بدا يغ، إلا والإرهابيين يعملوا حاجة. اليوم وكيني بينك بونغ، أعطيني نعطيك، وبعد يقولوا الحكومة هي تغذي في الإرهاب ولا ترعى في الإرهاب، يزينا من 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 استخفاف بالمواطن. صحيح برشا كلام يتكلم هنا وغاد، يزم نعرفوا اليوم أنا في 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 تونس في مرحلة صناعة الكذب، صناعة الكذب كسوة في الفيسبوك،
لبرا في الاعلام عند سياسيين، ولتو ما شفنا حتى هيئه تكونت باش تقول لا يا جماعه راهو يزن نزاهه في العمل هذا. الديمقراطيه والحريه ماهيش اعمل اش تحب، مش اكذب اش تحب، مش افتري على اللي تحب. واقترحت لي في وقت الاوقات كون الاعلاميين يعملوا هيئه هم انفسهم باش تعطي كوتاسيون المصداقيه نتاع الجرائد. عندنا هيئه عليا سي. لا 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 اخت هذاك نتاع المساعي البصري. اما مثلا الجرائد يبدو لي قالوا في 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 انجلترا ثم هكا يعني كيما البرمي بوان، الصحيفه اللي تخرج اخبار خاطئ ينقص لها نقطه، وعندك تدخل في موقع ولا ينشر دوريا هذه راه المصداقيه نتاعها صفر، هذه المصداقيه نتاعها 10 10، هذه المصداقيه نتاعها. ما حتى صحيفه في تونس يسمح فيهم اخويا اذا كان كلهم كذابه. كان واحد وما نظنش كلهم هكا، راه كيقول المؤسسات الاعلاميه ما نعنيش الاعلاميين كلهم، راه الاعلاميين فيهم ناس حرفيين وشرفاء ونعرف منهم ناس ما يوصلوش يتكلموا خاطر المنظومه كما قلنا بكري النظام تاع بن علي ما مشاش، راه نظام بن علي قعد والدوله نتاعنا التوانسه الكل هي اللي تهرات والدقدقت وكلات على راسها. نأمل أنه نستعيد العافية في أقرب وقت، وإن شاء الله ربي يفرج علينا إن شاء الله، وإن شاء الله ربي ينقلنا من وضع الوضع أفضل بكثير، سواء على المستوى السياسي وإلا على المستوى الاجتماعي وإلا على المستوى الاقتصادي وإلا على جميع، خاطر تونس تستاهل كل خير وشعبها يستاهل كل خير، وعلى خاطر ما هوش صعيب علينا باش نستعيد اللحمة باش نتعايشوا مع بعضنا باش نلقاو أرضية وفاق حقيقي ينجم الإنسان يعيش فيها بطمأنينة، ينجم الإنسان يثق فيها في الإنسان. هذا الكل نحتاجه له بشرط بسيط، أن نتجاوز الحسابات السياسية الضيقة والصراع أو التكالب على الكراسي. سي نجيب، سي زهير سامحني في كلمة قلتها، قلت شعبها يستاهل كل خير، وديما نقول احنا الشعب ما استاهلناش. الشعب اليوم راه هو بيده الأمور مش كيما قبل، والشعب يزمه هو يعمل لأنه مستقبله ومستقبل صغاره مربوط بيده هو، يزمه يغزر ويشوف شكون بالفعل قاعد يعمل شيء في مصلحته وشكون قاعد يعمل شيء ويستغل فيه ويتكلم باسمه ضده هو. هذا مهم جدا، ونعني كسوسوا في الحكم في غيره، أما الشعب يزمه ينتبه ويعرف اللي يزمه هو يفعل اليوم، ما يزموش يكون باسيف، ويزم يعرف راهو اليوم ثم شكون قاعد يحب يسله بشوية بشوية من يده قراره وسيادته، وإذا كان يسكت عليه اليوم باش ياكل صوابع وغدوة عليه برشا، وما مصر معنا ببعيد. إن شاء الله إن شاء الله نتفائلوا خير. نشكرك سي نجيب على تلبية الدعوة، ونتركوا له كلمة الختام بإيجاز بإيجاز في أقل من دقيقة. في أقل من دقيقة عندي كلمة واحدة بديت بها بكري، القيم. اليوم صحرت ساحة القيم، صحرت ما عادش تنجم تقيس حد، وكل حد يقول شي حب، وكل حد يلقى شكون يفخم له صوته. نرجع نكرفوا هذا الإعلام، ونحط الإعلام أمام مسؤوليته، المسؤولية الكبرى اليوم هي للإعلام في مصر. الانقلاب وقاع إعلامي، والقيم اللي قاعد تحط اليوم والقيم الخاطئة تجي من الإعلام، لأنه إذا كان الإعلامي ما يقولش لا هذه إيه ولا هذه لا في في يعني في إطار قيم صحيحة، راهو باش نمشي ونزيد ونتدهروا. اليوم بلادنا ومستقبل أجيالنا بين يدينا، والخبيث موجود والطيب موجود. فالطيب يزمو يتكلم ويغمش راسه، لأنه برشا طيبين غامين رواسهم ريوسهم لأنه يشوفوا في الشيء ولا تمرغيد. يا سيدي إيجا وتمرغد، خاطر كان ما جيش أنت باش تخلي الخبيث يعمل فيها شي حد. نعم، إذن نشكرك سي نجيب مجددا. أعزائي المشاهدين، هكذا نأتي إلى خاتمة هذه الحلقة اللي استضفنا فيها سي محمد نجيب القروي. على أمل اللقاء بكم في حلقة قادمة، أستودعكم الله.